أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على المخاطر التي تهدد خزان النفط صافر واحتمالية تسرب النفط منه. طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة خزان صافر العائم تفاديا لوقوع كارثة بيئية. جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية محمد الحضرمي إلى رئيس المجلس الحالي السفير كريستوفر هيوزجين، وناشد الحضرمي مجلس الأمن للاطلاع بمسؤولياته وبحث قضية خزان صافر في جلسة خاصة لإلزام الحوثيين بالسماح للفريق الأممي بالوصول إلى الناقلة دون قيد أو شرط. وبحسب مراقبين فإن تسرب النفط الوشيك من السفينة العائمة في رأس عيسى سيمثل أكبر كارثة بحرية وبيئية في التاريخ الحديث، وستفوق في أضرارها تسرب النفط من السفينة إكسون فيلدز التي غرقت بالقرب من سواحل ألاسكا بأضعاف مضاعفة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: المخاطر المحتملة لتسرب النفط من خزان النفط صافر، وما هي السبل الكفيلة لمنع الكارثة، وهل سيستجيب مجلس الأمن للمناشدات الحكومية؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. خزان النفط صافر، الخطر الداهم الذي يكاد يحول البحر الأحمر إلى بحيرة من النفط الخام والغاز الخامل. بحسب مراقبين فإن تسرب النفط الوشيك من السفينة العائمة في رأس عيسى ستمثل أكبر كارثة بحرية وبيئية في التاريخ الحديث، وستفوق في أضرارها تسرب النفط من السفينة إكسون فالديز التي غرقت بالقرب من سواحل ألاسكا بأضعاف مضاعفة. تحوي السفينة العائمة أو الخزان العائم على أكثر من 1,140,000 برميل، وتأتي في المرتبة الثالثة في ترتيب السفن العائمة في العالم، ولم يتم صيانتها منذ العام 2015. تقع في نطاق سيطرة ميليشيا الحوثي التي تشترط للسماح بصيانتها تصدير مخزونها لصالحها، بينما ترفض الحكومة ذلك. هذا الخلاف بين الحكومة وميليشيا الحوثي وتأخر صيانة السفينة وتفريغ حمولتها ينذر بقيامة في البحر الأحمر ستطال في تبعاتها كل الدول المطلة عليه وستنهي الحياة البحرية بالكامل. الحكومة وفي أحدث موقف لها طالبت مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة خزان صافر العائم تفاديا لوقوع كارثة بيئية، وذلك عبر رسالة وجهها وزير الخارجية محمد الحضرمي إلى رئيس المجلس الحالي السفير كريستوف هوزجين. وناشد الحضرمي مجلس الأمن الاطلاع بمسؤولياته وبحث قضية خزان صافر في جلسة خاصة لإلزام الحوثيين بالسماح للفريق الأممي بالوصول إلى الناقلة دون قيد أو شرط. إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير شركة النفط فرع الحديدة المهندس أنور العامري، وأيضا ينضم إلينا من ماليزيا الخبير الاقتصادي عبد الواحد العولبي. مرحبا بكما معنا. نبدأ مع السيد أنور العامري. مرحبا بك معنا سيد أنور. أهلا وسهلا أخي العزيز. بداية سيد أنور، لو تعطينا صورة عن وضع خزان صافر وتقيمه بشكل فني، وأيضا مدى مخاطر التسريب في حال لو وقع. طبعا أخي العزيز، خزان صافر يعلم الجميع بأنه توقفت أو كانت آخر صيانة تمت لهذا الخزان كانت في 2015. هذا الخزان يعتبر ثاني أكبر خزان في العالم، يحوي 3000 برميل من النفط الخام. الآن الكمية المتواجدة فيه هي فقط نستطيع أن نقول ثلث السعة، المليون ومائة وأربعين ألف تقريبا برميل. طبعا الآن كما ذكرت لك بأن الخزان متوقف عن الصيانة منذ عام 2015 منذ بداية الانقلاب. في حالة عدم قيام الصيانة، الآن الخزان متهالك، المعدات بالكامل متوقفة، كل ذلك يتسبب في إهلاك للخزان وللمعدات الموجودة على السفينة صافر بالكامل. نعم سيد أنور، لو نعاود الاتصال بك لأن هناك رداءة في الصوت نوعا ما، سنعود الاتصال بك سيد
أنور العامري. نعود إلى ضيفنا الخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي. مرحبا بك معنا سيد عبد الواحد. عفوا، إذا ينضم إلينا أيضا السيد طالب الحسني وهو صحفي، ينضم إلينا من بيروت. مرحبا بك معنا سيد طالب. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. نعم، بداية، لماذا تشترط جماعة الحوثي أو تتشرط جماعة الحوثي أمام المحاولات لاستغلال ملف قضية صافر ولتفادي وقوع كارثة انفجار الخزان؟ يعني الحقيقة الدولة اليمنية في العاصمة صنعاء لا تتشرط، الطرف الآخر هو الذي يتشرط، هذه الحقيقة. لماذا يمكن أن نقدمها معكوسة؟ الطرف الآخر يتشرط أن يصل إلى السفينة، يأخذ ما فيها من النفط خام، يبيعه لصالح عبد الرب منصور هادي ومجموعته بما يقارب 15 مليون دولار. كل القصة يا سيدي العزيز وأيضا للمشاهدين الكرام، عندنا أن هناك ضغوط من أجل الحصول على السماح للاستيلاء على الكمية النفطية الموجودة على ظهر هذه السفينة، ودون أن يكون هناك أي مبلغ لحكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة صنعاء. هذه هي القصة باختصار عام. الضغوط التي تمارس على العاصمة صنعاء من أجل أن يكون هناك حرمان لحكومة الإنقاذ الوطني من أن تحصل على المبالغ هذه المالية. هم يطلبونه. لكن سيد طالب، إذا ما تحدثنا عن ملكية، نعم لا تسمح لي بمقاطعتك، إذا ما تحدثنا عن ملكية النفط الموجود الآن في خزان صافر، هو يتبع الحكومة اليمنية بطبيعة الحال منذ عام 2015، والحوثيين الآن يعني يتحكمون بالمشهد بحكم أنهم يسيطرون على الحديدة والميناء والخزان، يعني وهناك مخاطر تعيق. لا يعترفون بحكومة، نعم لا يعترفون، ولو قاطعتك ايضا لا يعترفون بحكومه عبد الرب منصور هادي. هل يمكن اجبارهم على الاعتراف بحكومه عبد الرب منصور هادي؟ لا يعترفون بها، لا يمكن على الاطلاق اجبارهم. هناك حرب من اجل اجبار الناس على الاعتراف بحكومه عبد الرب منصور هادي، لم يعترفوا بها. هذا واقع يجب ان تتعايشوا معه، لا يجب ان نبقى فقط تحت مسميات هذه ميليشيات الحوثية وما ما. هناك دولة في العاصمة. سيد طالب، نحن الآن لسنا بصدد الحديث عن الانقلاب وسيطرة الحوثي، نحن الآن أمام كارثة تهدد الجميع. نعود إلى السيد ابقى معي سيد طالب. نعود إلى السيد أنور العامري مدير شركة النفط فرع الحديدة. لو سيد أنور، لو تعطينا صورة عن وضع خزان صافر وتقيم مخاطره بشكل فني ومخاطر التسريب هناك. أخي العزيز، خزان صافر كما ذكرت لك هو خزان متوقف، يعني كانت آخر صيانة تمت لهذا الخزان في عام 2015. الآن خزان صافر يعتبر ثاني أكبر خزان في العالم، ثاني أكبر خزان عائم في العالم بسعة 3 مليون برميل من النفط الخام. الآن الكمية المتواجدة فيه هي ثلث السعة، يعني بما يساوي 1,140,000 برميل تقريبا. هذه الكمية مع الفراغ الموجود في داخل هذه الخزانات يسبب مشاكل كبيرة جدا جدا، مع توقف ايضا السفينه في حال، نعم سيد انور، لاستغلال الوقت، لو انفجر هذا الخزان او تسرب، ما هي الاثار المتوقعه حيال ذلك؟ طبعا انا كتبت وتحدثت في اكثر من مقال وفي اكثر من قناه عن هذا الموضوع. في حاله انفجار او تسرب هذه هذا النفط الخام الموجود في السفينه، ستكون اكبر كارثه بيئيه يعرفها التاريخ. كانت حتى الآن هناك موجود السفينة إكسون فالديز والتي غرقت على سواحل ألاسكا في عام 1989، هذه كانت على متنها 40,000 طن فقط الذي تم تسربه، أو أقل من ذلك أيضا، وكانت وحتى الآن تعتبر أكبر كارثة بيئية في العالم حتى الآن، وهي
لا تعتبر حتى أقل من نصف الكمية الموجودة في الخزان صافر فيما حدث. وأيضا على شواطئ ألاسكا هناك البحر مفتوح كان بالكامل وأصبحت التلوث امتد على بعد على امتداد 2500 كيلو. ظلت الدولة تعاني لمدة 3 سنوات حتى تم تنظيف البحر وتم تنظيف الشواطئ. خسرت الشركة إكسون أكثر من 5 مليار، استخدمت فيها أكثر من مئات أو آلاف السفن والطائرات للتنظيف. في حالة انفجار الخزان صافر لن يتضرر اليمن فقط، الحوثيين سيكونوا أكثر متضررين لأن ميناء الحديدة سيتعطل أولا تماما، فتتعطل الملاحة البحرية في البحر الأحمر بالكامل. البحر الأحمر مغلق أخي العزيز وليس محيط أو تترامى فيها الشواطئ، مغلق. ستتلوث يتلوث البحر الأحمر بالكامل. كل الدول المطلة على لديها موانئ مطلة على البحر الأحمر ستتوقف تماما، ستفلس جميع شركات الملاحة البحرية، ستفلس جميع شركات الصيد، سيفلس الصيادين، سيعاني نعم. الصيادين وجميع المواطنين من ذلك. نعم. نعود إلى السيد طالب. قيامة بيئية بكل المقاييس. نعم نعم، ندرك نحن خطورة هذه الكارثة في حال وقعت. نعود للسيد طالب الحسني. إذا ما عدنا إلى الاشتراطات التي وضعتها جماعة الحوثي والتي تتحدث عنها الحكومة، ما هي اشتراطات الحوثي بالضبط؟ ليس هناك شروط، هذه حقوق سيادية. يجب أن يكون هناك إرسال صريح من الأمم المتحدة تشرف عليه دون أن يكون هناك سيطرة على المشتقات النفطية الخام، ويكون هناك عائدة هذه المشتقات للدولة اليمنية العاصمة صنعاء. هذه ليست شروط، هذه سيادة. عندما تريد هذه الضغوط نعلم يقينا أن هناك أضرار لم يعرفها التاريخ فعلا. هناك 7 دول ستتضرر، السعودية، مصر، السودان، اليمن، كل الدول المطلة على البحر الأحمر. ولكن هذا لا يعني أن يكون هناك استسلام لشروط تقوم بها السعودية، تقوم بها الأمم المتحدة، أو تقوم بها بريطانيا، أو تقوم بها. هنا سؤال سيد طالب، هنا سؤال. هل جماعة الحوثي لحظة نعم لو قطعتك هنا سؤال يضع نفسه، هي دولة قد يخرب البحر الأحمر من مصر إلى آخر مكان وتبقى السيادة اليمنية قائمة، لا يمكن إهانة الناس واحتجاز السفن أيضا وتشكيل ضغوط من أجل أن يكون هناك إهانة من أجل 15 مليون دولار. لا يمكن أن يعني لا يريدون أن ليست حق المفروض المبالغ المالية، ولكن هناك سيادة يجب أن يستسلم كل العالم من أجل السيادة اليمنية. يجب أن يستسلم كل العالم من أجل السيادة اليمنية. لا يمكن على الإطلاق أن يأتي السعودي والإماراتي وكم من كلب من أجل أن يفرض على الناس السيطرة على النفط مباشرة. نرجو سيد طالب أن تحترم المشاهدين وتحترم شاشة بلقيس. يعني أنت تلفظت بألفاظ، نرجو أن تحترم. هذا موضوع سيادي، أنت صحفي. نعم هذا موضوع سيادي، لكن أن يأتي السعودي ولا انتقد سيد طالب. لا تسب. نعم هنا سيد طالب، من يقول أن الجماعة تريد الاستفادة؟ سيدي العزيز أنت أيضا، أنا أقول لك الدولة اليمنية، أنت تقول لي الميليشيات الحوثية. أنا أقول لك يا سيدي هناك دولة اليمنية اعترفتم بها أهلا وسهلا، لا تعترفون بها أهلا وسهلا، ولكن أن يأتي أحد وأن يضغط من أجل أن الكارثة أكبر من الدولة اليمنية، الكارثة أكبر من الحوثي، الكارثة العالم يا سيدي. هل تدرك الملف الذي نناقشه سيد طالب؟ كارثة في التاريخ، تخرب مصر والسودان والسعودية وكلهم. هناك سيادة يجب أن يحترموها يا أخي العزيز، ليس هناك موضوع سيادة. احترموا السيادة، هذه السفينة ارسلوا. هل جماعة الحوثي قادرة على تحمل تبعات هذه الكارثة؟ لو تجيب على هذا السؤال، هل يستطيع الحوثيين تحمل تبعات هذه الكارثة لو وقعت، وخصوصا في المنطقة التي يسيطرون عليها الحديدة ومينائها؟ من سيتحمل المسؤولية هي السعودية ودول التحالف، لأنها هي التي تمنع وصول الخبراء وترفض وصول أي خبراء إلى هذه السفينة.
فمن يتحمل المسؤولية، وهذا ما أعلنه وعلن في العاصمة صنعاء، ستتحملون المسؤولية عن خراب البحر الأحمر، أو أن تحترموا سيادة اليمن وتحترموا سيادة الدولة اليمنية في العاصمة صنعاء. بعيدا عن الاحترام سيد طالب يعني هنا ما هو موقفكم؟ ما هو موقف سلطه الامر الواقع الانقلابيه في صنعاء من طلب الحكومه الاخير بعقد جلسه خاصه لمجلس الامن في هذه القضيه في خزان صافر؟ ما هو موقفكم من حيال ذلك؟ ساقول لك ولست ناطق باسم الحكومه، ولكن ساقول لك أن الجواب من حكومة الإنقاذ في العاصمة سيتحمل التحالف مسؤولية وتبعات أي أضرار ستحصل في البحر الأحمر. والنقطة الأخرى، فليخرب البحر الأحمر. العالم كله سيد طالب، العالم كله مجتمع على أن الحوثيين وسلطة الأمر الواقع هي من تعرقل وصول الخبراء إلى خزان صافر. لا يمكن، من يعرقل هو الدول التي تريد ان تنهب وان تسيطر على هذه السفينه. هذه الدول التي تحاول ان تستغل اليمن وتستغل الوضع الحالي وتستغل انهيار السفينه وتريد ان تسيطر على، يعني السعوديه ليست معنيه وليست ولا يمكن ان يسمح للسعوديه ان تفرض كل هذه الشروط ونحن نشاهد ونرى ونسمع ونتابع. شكرا جزيلا لك سيد. على السفينة يريد أن يفرض سيادة على اليمن وعلى مياه اليمن وعلى سفن اليمن. نعم. هذا النفط الموجود على السفينة. وضحت فكرتك سيد طالب. يمني، وهذه السفينة هي سفينة يمنية، ويحترم السيادة اليمنية أو فليخرب البحر الأحمر. نعم، شكرا جزيلا لك طالب الحسني الصحفي، كنت معنا من بيروت. نعود إلى ضيفنا أنور العامري. سيد أنور، ما هي السبل الكفيلة لمنع هذه الكارثة الوشيكة؟ يا أخي العزيز، عفوا سأعلق على الأخ طالب فقط إذا سمحت لي. طبعا كلام الأخ طالب هذا إما أنه لا يعلم شيئا عن الموضوع بالضبط، أو أنه يريد أيضا يصب في نفس المحاولات لتضليل المشاهد ولتضليل المواطن اليمني عما يحدث حقيقة. الجماعة الحوثي هي من تعرقل تماما، كل المخاطبات معروفة، حتى محمد علي الحوثي بنفسه هدد بأنه سيقوم بتفجير صافر فيما إذا تم الاقتراب منها أو محاولة صيانتها أو كذا، ولديه تغريداته موجودة حتى الآن لا يستطيعون إنكار ذلك أبدا. الحوثيين هم من يعرقلون ويمنعون الخبراء ويمنعون حتى الفنيين من القدوم لتقييم حجم الأضرار الموجودة على الخزان، والآن يريدون تضليل الناس بأن هناك التحالف أو السعودية أو غيرها ويتحدث عن السيادة. أعتقد أن الجميع شاهد الآن بأنه يقول يخرب البحر الأحمر ويخرب، تنتهي كل هذه الدول من أجل فقط الحوثي، بقاء الحوثي. منهج غريب جدا وعجيب جدا تحديثه هذا. خزان صافر أخي العزيز، بالنسبة لسؤالك، خزان صافر لابد أن يتم الصيانة الفورية. هناك جميع المخاطبات من وزارة البيئة، من وزارة النفط، من وزارة الخارجية، جميعها إلى توجهت إلى الأمم المتحدة لطلب أن يتم صيانة هذا الخزان، وترفض دائما وتواجه بالرفض من قبل الحوثيين. المبلغ لا يهم الآن أين يذهب المبلغ. هناك مقترح، أنا تقدمت مقترح في أكثر من مرة، هناك الحساب الخاص الذي يتم الآن الذي تم فتحه في بنك المركزي في الحديدة، ممكن أن يتم بيع هذا النفط الخام وإيراد أو توريد قيمة هذا المبلغ إلى هذا الحساب، ويخصص فقط لصرف رواتب الموظفين على كشوفات 2014 ابتداء من القطاع الصحي والقطاع التعليمي ويليها بقية القطاعات. هذا إذا كان يعني حل وسط للجميع، الجميع إذا كان يريد هذا المبلغ وهذا يريد المبلغ، وإذا كان الخلاف فقط على قيمة هذه المشتقات، يا أخي تذهب رواتب الموظفين وانتهت هذه الإشكالية بالكامل. لا تدمر، يعني ينتهي بحر بالكامل من أجل أن يبقى الحوثي فقط. منهج عجيب جدا. الخزان يحتاج إلى نعم سيد أنور، أنت أشرت في بداية حديثك على أن حل المشكلة هو حل سياسي بدرجة أولى، ثم يأتي الحل العملي وهو دخول المراقبين والخبراء. هل ستفلح الحكومة هنا والدعوات التي تقوم بها لعقد جلسة الأمن في تفادي هذه الكارثة باعتقادك؟
والله اخي العزيز قلت لك تحدثت الحكومه برأس يعني ممثله برأس الوزراء، تحدث اكثر من وزير خاطر هذا، هناك المنظمات المحليه والمنظمات الخارجيه والوساطات المحليه والوساطات الخارجيه التي حاولت اقناع جماعه الحوثي بالسماح للفرق الخبراء وفرق الفنيين لتقييم الوضع كلها باءت بالفشل. نأمل أن يعي الحوثيين حجم المأساة التي سوف يتعرض لها البلد وتتعرض لها البحر الأحمر بالكامل قبل وقوع هذه الكارثة وقبل وقوع هذه القيامة البيئية. يجب أن يعوا الحوثيين بأنهم أول المتضررين وأكبر المتضررين، لن تدخل أي سفينة عقب ذلك إلى اليمن. يعني عندما يتحدث الآن عن سيادة اليمن، أين ستذهب سيادتك عندما تموت جوع، تموت تقوم بإماتة 15 مليون داخل صنعاء وداخل هذه المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثي إلى تموتهم من الجوع؟ لن تدخل لا سفن دواء ولا سفن علاج ولا سفن مشتقات نفطية، لم يتمكن أي ميناء يمني أو ميناء آخر لاستقبال سفن. كيف نعم. سيتم إدخال هذه السفن لاحقا؟ وضحت وضحت فكرتك السيد أنور العامري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك، مدير شركة النفط فرع الحديدة، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا أيضا من مانيزيا الخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، مرحبا بك معنا سيد عبد الواحد. أهلا وسهلا بكم. نعم. سعيد جميعا. نعم وأنت أسعد. بداية كخبير اقتصادي، أنت كيف تراقب الوضع خاصة في تقييمك لمخاطر انفجار خزان صافر؟ أحب في البداية أنبه أو أذكر بس أنه أنتم اليوم حصلتم على تصريح واضح ومباشر من ضيفك الحوثي من اللي بيتكلم من بيروت. نعم. إنه هم هذه العصابة لا يهمها مصلحة اليمن ولا سيادته ولا البحر ولا الاقتصاد ولا موانئه ولا أي شيء. هم بيستخدموا هذه الباخرة كأداة للابتزاز. هو طبعا صرح في أكثر من مناسبة، محمد علي الحوثي صرح في مناسبات أخرى إنه هم يريدوا الفلوس، يريدوا قيمة النفط الموجود على الباخرة، برغم أنهم يمكن هم عارفين أو مش عارفين، أنا مش متأكد، أنه أصلاً تكلفة صيانة الباخرة التي لن تتم أصلاً في مكانها، يجب أن يتم سحب الباخرة إلى أقرب ورشة صيانة متخصصة. حتى مجرد تفريغ الباخرة غير ممكن في حالتها الحالية وفي مكانها الحالي، فهي يجب أن يتم تفريغها ويجب أن تنقل، يجب أن يتم تفريغها بعد أن يتم سحبها ونقلها الى اقرب مركز صيانه ليتم عمليه التفريغ وتتم عمليه الصيانه لتجهيزها للتفريغ، وبعد ذلك الحكومه تقرر فيما انها تكون تبيعها خرده او تعيد صيانتها لاستخدامها مره اخرى. وبالتالي هم لا يعرفون ان المبالغ التي ستحصل او سيجنوها من قيمه النفط الموجود داخل الباخره يا دوب يعني يكفي عمليه تفريغ الباخره، يعني انه هذه العمليه تكلف الكثير من الاموال. نعم. الشيء الثاني هم بيصرحوا ان هم بيشتروا الفلوس اللي على الباخره، بينما هم وراء الكواليس وتحت الطاوله هم بيطالبوا بمثلا فتح الحصار على مطار صنعاء، يعني فتح مطار صنعاء ليستخدموهم مباشره مع العالم بدون خضوع الطائرات التي تخرج من صنعاء للتفتيش مثلا في مطار عدن. ثانيا انسحاب القوات المشتركه من الحديده. نعم. وثالثا هم يريدوا كذلك رفع الحصار على ايران. وبالتالي نحن هنا ممكن انه المجتمع الدولي او المجلس الامن ممكن ببساطه يختصروا الموضوع ويضغطوا على ايران، لانه الحوثيين يتلقون تعليماتهم من ايران. وبالتالي على مجلس الامن الضغط على ايران سواء بالتفاوض او بفرض عقوبات لارغامها على اطلاق سراح الباخره صافر. كذلك من جانبها الحكومه اليمنيه تستطيع عمل تكتل ولو سريع من الدول المطله على البحر الاحمر والتي ستكون اكبر المتاثرين من كارثه صافر من الضغط على ايران مثلا. نعم. على ذكر التاثر وعمل عقوبات. نعم سيد عبد الواحد، على ذكر التاثر، لماذا لا نلاحظ دور فاعل من قبل الدول المطلة على البحر الأحمر كون الخطر سيصيب الجميع هنا؟ قد يكون المشكلة هنا مشكلة تواصل. الحكومة اليمنية مقصرة في إيصال هذه المشكلة إلى الدول المجاورة، قد يكون لا يعلمون عن هذه الكارثة أو عن
ما سيحصل، ولم يتم يعني في مشكله تواصل بين اليمن وبين هذه الدول لعمل اللازم. وهنا الحكومه اليمنيه هي اكبر المقصرين في هذا الجانب تحديدا، وكان المفروض ان يتم تحرك من سابق. يعني الحضرمي عندما ارسل رسالته لمجلس الامن ارسلها اليوم، بينما نحن نناشد ونصيح ونتكلم عن الباخره من سنوات انه في مشكله، في مصيبه حتحصل، في كارثه ستدمر البيئه البحريه لليمن. ولكن دائما الحكومه اليمنيه تتحرك متاخرا او لا تتحرك نهائيا. نعم. رغم انه على فكره المجلس مارك لوكوك تكلم على الباخره في احدى احاطاته في يوليو 2019، وكذلك مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه في اليمن الاوتشا اطلق تحذير في اغسطس 2019 كذلك انه الباخره صافر تشكل خطر كبير على البحر. نعم. الاحمر، وسيؤدي التسرب النفطي الى كارثه كبيره. نعم، شكرا جزيلا لك عبد الواحد العوبلي، كنت معنا من ماليزيا الخبير الاقتصادي، وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، ولكم التحية مني ومن معد الحلقة ماهر أبو المجد، وفي أمان الله.